شاء الله ما كنت أخرت هلا. عادي رورو، هاي ولسه قتلك. وانا كمان شو اخبارك؟ تمام ماشي الحال. وينك يا زلمه؟ ما عم تبين. بشغل بشغل. حليه انت شو عامله؟ يا حبيبي ميرسي. ما بعرف غير لون شعري. ايه حلوين كثير. حبيتهم؟ ايه بجننوا. ليك وشو مشغول مشغول؟ ماما ما بتعرف تمسك التليفون وتدق ولا لك؟ ما مش قصدي ما وقفت بس على التليفون يعني، بس انه عجقه وطوشه وكذا، وهلا مؤخرا طوعت بالصليب الاحمر. عم تمزح؟ ايه عم تمزح معي عادي. ايه والله برافو عليك. ايه خير ما عملت يعني. ايه فعلا فعلا يا ريت كل العالم بيعملوا هيك. كل ايه العالم. بتعرف شو هي قصه انسانيه كثير مهمه؟ ايه انه تتطوع بالصليب الاحمر وتصير تخدم العالم عن جد برافو عليك. من قلبي من قلبي من قلبي مبسوطه لك. لا هو من هالناحيه منيحه شغل الواحد يتطوع بالصليب الاحمر لخدمه بس انا ما تطوعت انسانيا يعني بصراحه. لكن لشو تطوعت؟ انا حتى بس اضبط نعجه السير. ما بطلع بالصليب الاحمر بالفان تبع الصليب الاحمر وبدور هاي وين 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 بيفتحوا لي طريق وبظمن. ما عندي وقت. طيب عم تمزح؟ ايه طب بشرفك مان، اذا شي نهار عزتك عايزه شي مشوار بسرعه بدق لك تجي بتظبطني. انت دقي على 140 على المركز. ايه قولي له انه معي ذبحه قلبيه سريعه وبدي عادي. اه اوكي اوكي طيارة بصير عندي حبيبي عن جد؟ ما كله وين وين بزيحه وكله زي يلا ضل هذا. برافو فكرة كثير حلوة. هني لا اكيد بيني وبينك خلينا شوف بشرفك دق لي ولو بس انت علمي لي انه معك ذبحة. طيب بس انه بالاحوال قصدي دق لي لنشوفك. ايه يلا باي.